بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحث سبل التعاون مع وفد شركات إيطالية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي. خلال الاجتماع أعرب مدبولي عن تقديره لما يتمتع به الجانب الإيطالي من تقنيات متقدمة بإمكانها تحقيق قيمة مضافة كبيرة لمشروعات استصلاح الأراضي، وأشار إلى افتتاح مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة والتي يتم التعويل عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر في غضون أعوام قليلة. كما أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات التي تقدم بها الشركات الإيطالية اليوم، وقد وجه بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والجهات المعنية ومسؤولي الشركات الإيطالية. وجاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام توطين الصناعات الطبية. خلال اجتماع لمتابعة موقف توطين تلك الصناعات، أكد مدبولي على أن الحكومة مستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لشركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد مدبولي في هذا الإطار على أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة لتوطين الصناعات بوجه عام، وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوق كبير ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول. وطلب رئيس الوزراء بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليا من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محليا على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية، وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية. تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال إغلاق تعاملات اليوم وفي ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب. قبلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق نحو 5 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 1.673 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجكس 30 بما نسبته 21%، ليصل إلى مستوى 24722 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجكس 70 بنسبة 1.62%، ليبلغ مستوى 5365 نقطة. شملت الارتفاعات كذلك مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف ما قيمته 1.27% إلى قيمته ليصل إلى 7768 نقطة. في أسواق البترول العالمية، شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا خلال التداولات بدعم من تراجع المخزونات ومؤشرات خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت إلى 76 دولار و75 سنتا للبرميل، كما وصلت النسبة المئوية للبرميل بنسبة 3.35%. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71 دولار و88 سنتا للبرميل بنسبة وصلت إلى 3.47%. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل وتحقق ما قيمته 2.60 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.93% لتسجل 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ظهرت بيانات حكومية سعودية أن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة ووصل إلى 1.7% في نوفمبر من 1.6% في الشهر السابق عليه، مع بقاء ارتفاع إيجازات وإيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك. ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية
أن الإيجارات ارتفعت 9.4% في نوفمبر مع زيادة أسعار الشقق 12.8%، وأدت الإيجارات الأعلى لزيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة وصلت إلى 1.3%، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية خلال عام 22 بنسبة 1.4%، مدفوعة بارتفاع 4.2% في أسعار منتجات الألبان وغيرها. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج وأغلقت على تباين وسط مؤشرات لخفض أسعار الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمريكي في هذا العام. في أبو ظبي تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 18%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 1.9%، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 6.73%، هذا ارتفع المؤشر القطري ب 1.93%.